مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو آخر من فيديوهات قناتنا على يوتيوب قناة أبو شاد. في هذه الحلقة سنتحدث عن كيفية الإيداع والسحب من شركة أو من حسابك في شركة تداول الفوركس شركة إكس إم. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن مميزات شركة إكس إم وكذلك كيفية ربط حسابك في إكس إم بمنصة التداول إم تي 4 أو الميتا تريد 4. في هذه الحلقة كما قلنا سنتحدث عن كيفية سحب الإيداع من شركة إكس إم. إذن سأترك لكم رابط التسجيل أسفل هذا الفيديو وكذلك في أول تعليق ستجدون رابط التسجيل. نقوم بالضغط عليه، لما تضغط تطلع لك معلومات تسجيل المعلومات يعني بشكل عادي. لو واجهت أي مشكلة في تدخل لقناتي وستجد شرح لكيفية التسجيل بكل بساطة وكذلك كيفية تفعيل الحساب. إذن لعملية سحب الإيداع نقوم أولا بالدخول إلى الحساب. تدخل لموقع الشركة xmarabia.net ثم تضغط على تسجيل الدخول أو تسجيل دخول الآثر. يطلبون منك رقم الحساب وكلمة السر نعم تكتبها ثم تضغط على تسجيل. إذن نقوم بتسجيل دخول الحساب. إذن هذه هي منصة الحساب. إذن لما يتفعل حسابك يعني تظهر الأمور الحساب بهذا على هذا الشكل، يعني حساب مفعل وحساب إسلامي. ماذا يعني بحساب إسلامي؟ يعني ليس فيه عمولات، يعني حساب بدون فوائد التمييز. لإيداع الأموال إما نضغط هنا على القائمة في الأعلى ثم تطلع لنا هنا مميزات إيداع أو سحب، أو نضغط مباشرة في أول صفحة موجودة هنا إيداع الأموال، نضغط عليها ثم ستطلع لنا وسائل الإيداع وكذلك مميزات المعلومات إلى غير ذلك. إذا هنا طرق الإيداع السريعة مثل سكرين أو بطاقة الفيزا أو الماستر كارد الفيزا، ثم نتلر ويب ماني بيتكوين إلى غير ذلك. إذا هذه وسائل الإيداع. مثلا نريد الإيداع عن طريق مثلا سكرين، أنا أفضل كثيرا يعني موقع سكرين. تضغط على سكرين تضغط عليها ثم تختار البريد الإلكتروني الخاص بك على سكرين مثلا، ثم إرسال. لقد تم إرسال طلب كذا إلى غير ذلك. إذا البريد الإلكتروني. إذا لما تضاف لما يضاف سكرين بشكل عادي يظهر لنا مثل هذه، لاحظوا. سنعود إلى الصفحة الأولى. إذا تظهر لنا مثل هذه. قمت بإضافة رصيد أو حساب سكرين آخر. إذا هنا نضغط على إيداع عندما نسجل الإيميل الخاص بالشركة. قبل الاستمرار بالإيداع كذا إلى غير ذلك، يعني هذه أمور يعني خاصة بالسحب والإيداع إلى غير ذلك. إذا هنا البريد الإلكتروني ثم المبلغ. إذا كم ستريد؟ مثلا 200,000 إلى غير ذلك. إذا أقل إيداع هو 5 دولار. إذا تضغط على إيداع. لما تضغط على إيداع سيأتي بك مباشرة إلى هذه الصفحة التأكيد. إذا بعد التأكيد تذهب مباشرة إلى يذهب بك الموقع مباشرة إلى حسابك في سكرين وتقوم بالأداء. أنا لا أريد الإيداع، فقط أشرح لكم كيفية الإيداع. أما بالنسبة لكيفية السحب، إما نضغط هنا في القائمة الجانبية ونضغط على كلمة السحب. أين هي الإيداع؟ السحب
طريقة السحب هي نفسها طريقة الإيداع التي يجب أن تودع بها. إيداع هنا السحب إما عن طريق سكريل أو نيتلر ويب ماني تحويل بنكي إلى غير ذلك. إذا مثلا لما تريد سحب تضغط على سحب مثلا اختار نيتلر، نعم تختار أول شيء البريد الإلكتروني الخاص بنيتلر ثم مبلغ السحب وتضغط على معلومات هنا على من صح ثم طلب السحب وسيتم السحب في على حسب وسيلة السحب، يعني ممكن أن يستغرق من ساعة إلى 24 ساعة، ولكن في التحويل البنكي ممكن أن يأخذ أكثر من 3 إلى 4 أيام أو إلى أسبوع على حسب الدولة. إذن هذا كان يعني شرح مبسط لكيفية السحب والإيداع لشركة إكس إم لتداول الفوركس. إذا كان عندكم أي سؤال ضعوه في التعليقات. شكرا لكم إخواني أخواتي، وإلى فيديو آخر.